مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر، وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020 الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر. ما هي تفاصيل هذه الاشتراطات الجديدة؟ كل هذا وأكثر من خلال هذه التغطية الآن. يبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر بداية من العام الجديد 2025، حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020، أي يبدأ التطبيق في يناير 2025، مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن 60 عاما سن التقاعد. وفي هذا الصدد قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر إنه بناء على تغيير مدة الاشتراك في التأمين ل 25 عاما من بداية يناير 2025، ومن المقرر أن يتغير سن المعاش المبكر. وأضاف البدوي أن الحد الأدنى للتغيير ليكون 25 عام خدمة، ليكون سن المعاش المبكر لمن بدأ عمل في سن 21 عام عقب تخرجه، و46 عام بدلا من 41 عام عندما كانت مدة التأمين 20 عام، وذلك لمن تم التأمين عليه والعمل بداية من سن 18 عاما، فيكون سن المعاش المبكر بداية من 43 عاما بدلا من 38 عاما قبل عام 2025. وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن 60 وفقا للقانون إذا كان مؤمن عليه بداية من سن 18 عاما، السن القانوني للتأمين الاجتماعي، بحيث يكون الموظف مستوفيا شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل ل 20 عاما قبل بداية العام الجديد، حيث تصبح في يناير المقبل 25 عاما التقديم على المعاش المبكر. وحول الشروط التي يجب توفرها للتقديم على المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل تعديل الشروط في يناير المقبل، فيتضمن الشروط التالية: توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش. وأيضا أن يتضمن مدة الاشتراك في تأمين المعاشات 240 شهرا فعليا بما يعادل 20 عاما التي تتغير في البداية، لتصبح 25 عاما بمعدل 300 شهر ألا يكون طابعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف. وأيضا أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، أي عدم الانقطاع عن دفع الاشتراك التأميني لمدة 3 شهور متصلة أو 6 أشهر منفصلة، وأن يكون الشخص أقل من 55 عاما مع توافر مدة تأمينية 20 عاما قبل انتهاء العام الجاري و25 عاما في بداية يناير المقبل تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني، مع إضافة المدة الباقية لخمسة أعوام إليها لإنهاء الخدمة وعدم وقوع أي جزاءات تأديبية أو لفت نظر من المؤسسة التي ينتمي إليها. أما عن كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر، فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية، وهي حساب أجر التسوية في المدة التأمينية في المعامل التأميني وفقا للسن، إذا كان ناتج عن العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر. أما إذا كان أقل من 50% من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين. مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه التغطية، والتي عرضنا فيها لحضراتكم تفاصيل الشروط الجديدة للمعاش المبكر، وما زلنا نتابع معكم على مدار اليوم، ونشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.